من الجزائر. السلام عليكم. وعليكم السلام. شيخ، المجال مفتوح للسؤال. أي نعم، سني. نعم. تفضل. شيخ، أنا طالب علم، يعني حافظ للقرآن، أريد أن أتداخل معك في موضوع تحريف القرآن. سأطرح أدلة تثبت صحة القرآن من الكتب السنية، وأنت يلا رد عليه. يلا. جيد. الآن، أولا، تصديق بالقرآن. القرآن هو كلام الله المنزل عن جبريل، المنقول إلينا بالتواتر. هل من الممكن أن يكون هذا القرآن محرف؟ عقليا نعم، يمكن أن يكون محرف. لماذا؟ لأن التوراة والإنجيل حرفت من قبل، ولكن يجب النظر إلى السياق الذي أنزل فيه القرآن. لماذا اختار الله العرب ليكونوا القوم الذين ينزل عليهم القرآن؟ العرب هم أهل البلاغة والفصاحة واللسان، حتى أشعار الجاهلية منتقلة إلينا. العرب هم أهل الحفظ، لذلك أنزل الله القرآن على العرب حتى يكونوا هم الذين يحفظون القرآن. أضف إلى ذلك أن القرآن هو جزء من الصلاة، فكانت الحاجة لحفظ القرآن، لهذا كان جميع المسلمين بحاجة إلى حفظ القرآن. هذا ما جعل القرآن ينتقل إلينا بالتواتر. ثانيا، الروايات التي تطرحها عن تحريف القرآن توقف هي توقف على ثلاثة. توقف. تفضل. أولا، كلمة نقل بالتواتر هذا كذب. كيف يكون كذب؟ هذه نسخة حفصة نشرها عثمان. التواتر هو إذا جمع عثمان جميع المصاحف. عثمان لم يجمع جميع المصاحف، عثمان أخذ مصحف حفصة فقط. القرآن ليس متواتر، كتاب آحاد. هاي معلومة كنا نظمها الرب مشايخكم، بس شو ما يجون للأسف. لحظة شيخ، قوية بعد تدري. هذه مغالطة شيخ. القرآن الذي بين يدينا الآن، هل هو مصحف عثمان؟ أي نعم. لا. لماذا؟ لأنك إذا فتحت المصحف وحفظت القرآن من المصحف، هل هذا يسمح لك بأن تتقدم للصلاة؟ أو أن تقول أني حافظ للقرآن؟ هذا سؤال ثاني. نحن نتكلم عن جمعة، لا تغير الموضوع. نحن نتكلم عن جمعة. جمعة كمصحف، ما الفائدة؟ نحن نتكلم عن القرآن الذي بين يدينا الآن. إيه هو هذا؟ جمع عثمان، هو الذي جمع ورتبه. جمع المصحف، هذا لا شأن لنا به، نحن نتحدث عن القرآن الذي بين يدينا. هذا القرآن الذي بين يدينا هو كلام الله متناقل بالتواتر جيلا عن جيل. مريض. ما علينا. طيب، ما علينا بعثمان وجمعة. نعم صحيح، ما علينا بعثمان. صحيح كلامك، صحيح. أنا غلطان، أعتذر. ما دخلوا عثمان. نعم صحيح فعلا، ما دخلوا عثمان. ما علينا بعثمان، نحن نتكلم عن القرآن. ما علينا بجمع عثمان، صح؟ نعم. أدخل على جوجل. طيب، أنا في الجوجل. اكتب. ماذا أكتب؟ فأرسل إلى حفصة أن أرسلي إلينا بالصحف. إلينا أن أرسلي إلينا بالصحف. ونقرأ الرواية. تفضل. أن حذيفة قدم على عثمان بن عفان وكان يغازي أهل الشام في فتح أرمينية وأذربيجان مع أهل العراق، فرأى حذيفة اختلافهم في القرآن، فقال لعثمان بن عفان:
يا أمير المؤمنين، أدرك هذه الأمة قبل أن يختلفوا في الكتاب كما اختلفت اليهود والنصارى، فأرسل إلى حفصة أن أرسلي إلينا بالصحف ننسخها في المصاحف ثم نردها إليك. فأرسلت حفصة إلى عثمان بن عفان، فأرسل عثمان إلى زيد بن ثابت وسعيد بن العاص وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام وعبد الله بن الزبير أن انسخوا الصحف في المصاحف. وقال للرهط القرشيين الثلاثة: ما اختلفتم فيه أنتم وزيد بن ثابت فاكتبوه بلسان قريش، فإنما نزل بلسانهم. حتى نسخوا الصحف في المصاحف، بعث عثمان إلى كل أفق بمصحف من تلك المصاحف التي نسخوا. طيب الراوي أنس بن مالك، صحيح الترمذي، طيب إسناده صحيح. طيب ماذا فهمت؟ الحديث يعني واضح ويشرح نفسه، أن بعد وفاة الرسول وتحديدا في زمن عثمان اختلف معظم الصحابة على قراءة القرآن، كيفية القراءة، مثلا التشكيل مواضع الوقف والابتداء والأحكام، جنابك لأن الكريم القرآن زاد على 7 أحرف. جنابك اختلفوا على اللي تفضل جنابك الكريم تكذب. كيف؟ أقرأ كلام حذيفة، ماذا قال حذيفة؟ أدرك أمة محمد. أدرك أمة محمد قبل أن يختلفوا في الكتاب كما اختلفت اليهود والنصارى. توقف. اختلاف اليهود والنصارى قراءات أم تحريف؟ تحريف. هذا كلام حذيفة، ليس كلام معصوم، لأن اختلاف، خليني نهضر يا شيخ، خليني نهضر. اختلاف القراءة قد يؤدي إلى اختلاف التحريف. هذا تحريف، لا، اختلاف القراءة تبقى في طور كلام إلهي، الحرف السابع، الحرف السادس، الحرف الأول، كلام إلهي. أما التحريف لا، إدخال أشياء وإخراج أشياء. ثانيا، ما يصير تذكر المعصوم أثناء النقاش، تريد أسب دينك؟ لماذا؟ شنو كلمة معصوم؟ شنو دخل المعصوم؟ ما يصير. ليس معصوم شيعة، قصدي أن حذيفة ليس معصوم، طيب مو هذا ما مشكلة، أقصده. حذيفة ليس معصوم، ولكن حذيفة أصدق منك، وهو صحابي جليل، وهو أعرف بالزمان. أنت تخطئه على أي مبنى؟ هو الذي يرى، مو أنت، أنت قاعد هنا، هو يرى أن أمة محمد ستختلف كما اختلف اليهود والنصارى، وهذا هو التحريف. طيب لماذا قال عثمان اقرأ عليهم المصحف بلسان قريش؟ هذا يعني فإنما نزل بلسانهم، هذا هذا يعني أنهم كانوا لا لا يقرأونه لا لا بغير لسان قريش. لا هذا هو الإقرار. لا 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 لا، هو لم يقل اقرأ عليهم بلسان قريش، هذا كذبة ثانية من جنابك. ها هي في الرواية. هذا إعداد المصحف، قال عدوه على طريقة قراءة قريش، وليس اقرأ عليهم، في فرق. هنا عثمان ماذا فعل؟ هنا عثمان بدأ عملية تحريف القرآن الكبرى حينما اعتمد على مصحف حفصة فقط، وأنت تعلم جيدا أن هنالك مصاحف كثيرة فيها آيات كثيرة، عثمان كلها ضربها بالحائط، وفي الرواية واضح أمامك، اعتمد مصحف حفصة فقط، ترك مصحف ابن مسعود وابن عباس والصحابي علي وعائشة وكلها تركه، وعندهم آيات وانت تعرفها كل الزين وما يحتاج نروح لها في الصحيحين، كلها تركه دون أن يجمع، يعني على أقل تقدير ما جمع، يعني حتى لم تكذبوا علينا وتقول أن سيدنا عثمان جمع المصاحف كلها ثم نقاها وفلترها واستخرج لنا هذا، لا 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 لا، ضرب الكل بالجزمة، قال بس مصحف حفصة هاتوه انسخوه انشروه فقط. فهذا ليس القرآن الكامل كما كنت قبل قليل تناقشني، هذا مصحف عثمان، لذلك أدخلتك إلى الرواية. أرجو فهمت إن شاء الله. نعم شيخ، ممكن سؤال آخر؟ ها، في غير موضوع. نعم في غير موضوع إذا ممكن. ليش بغير موضوع؟ على كل حال، يعني
اترك امرك للمشايخ لعلهم يجيبونك. الله حلو النقاش صح؟ مشايخ ما يجون اه والله، من مشايخكم ما يجون، مشكلة مشكلة مشكلة. بس بشوف أنا أعتمد على شيء واحد، وهو أنه أنتم تواصلوا وياهم إلى أن يملون، وأنتم تملوا وتكتشفوا أنكم على دين غلط ليس صحيح، بدعة.